وفرنا ليش اللي بدي يصير خلاص يعني كده اخلي ده عمودي اعلى تيار وراح نشغل شغل ايوه اهو اهو اديني اكبر تيار اه حوالي لا 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 1.18 انا رحت عامل ايه قسم شرطه ده ملوش دعوه عامل شرطه شرط على الايه على اللوحه كانه حمل يعني اعطاني اكبر تيار كام 85000 لا 1.18 طب كده واحد ايه اللي طبعا لازم ايه اللي ليه حجبت الضوحة ليه؟ ايوه انا قلت انا ضل اهو ضل اهو خلاص قال التيار قال الجود من 10 طب تعالى كده نشوف قربنا نزيد يلا يا جماعه كام؟ تمام 1.5 امبير بس الفولت اقل كمان بس الفولت اقل عشان عشان عامل شورت انت عامل شورت طب وكده هيقل الامبير شوف الامبير كام؟ خلاص طيب تعالى بقى ندخل نقفل ده كده اهو اقفل ده خلاص وتعالى ندخل مقاومه متغيره ادي مقاومه متغيره اهو الاسلاك بتاعتي ماشي ادي الاحمر ادي الموجب مع الموجب ده قصير شوف السلك قصير انتوا معانا يا جماعه ولا قاعدين ولا تعبتوا ولا ايه نظامكم شوف انا البورده اهي هرفعها واسحبها البورده اهي اهي يا استاذ محمد ممكن تاخدها عندكم البيت خلاص ماشي واحده اكيد يعني هو مثلا كده كده العقد عليه كده بينفعوا في الجهاز ليه هتعمل فيهم ايه بقى؟ هنجهز العروسه في الطبخ عشان تعمل بيها تدفئه ماشي ادي ادي الموجب مع الموجب والسالب مع السالب اهو وشغل البانل خلاص اشتغلت ماشي شغل يا عم الشمس طلع الشمس انا بس عايز استفسر كل واحد شايل شنطته ليه؟ شنطه مين؟ ما انا مش عارف يعني الشنطه فيها بنسه ولا فيها حاجه ولا فيها ايه بالظبط المرتبات لا المرتبات نزلت؟ لسه لا نزلت ناس واقفه كتير انا بغير اهو بغير المقاومه اهي تعالوا بس يا جماعه يا قوم هنا كله هنا عارف طب كله هنا؟ في هنا انا مش عارف المقاومه كام ما اعرفش ماشي لكن عارف الجهد اللي جاي لي كام؟ 20 42% هنا قيمه المقاومه مكتوبه هنا دكتور هنا الاس بي بيقول لي انت واخد 1% من قيمه المقاومه 2% من قيمه المقاومه 3% افضل الف 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 دي مش بتقف اهي مش بتقف لغايه ما وصلت الى 100% من المقاومه 100% من الاس بي يعني المقاومه ماشي ايه اللي حصل الامبير كام واحد ونص هنا واحد تقريبا ونص تقريبا يعني تقريبا خلاص فانا هنا كل ما زودت الحمل كل ما بيزيد التيار كل ما بي ايه خلاص يا ريس طيب تعالوا تاني معايا اشتغلوا على التجربه دي